بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عبد. حال التسبيح شفناه عدة مرات. نمر إلى العزيز الحكيم، الآية الأولى ختمت بصفتين كلمتين لله الذي ليس كمثله شيء، العزيز الذي لا يقهر، والحكيم اللي يضع الأشياء في مكانها المناسب وفي زمانها المناسب وبقدر مناسب لتلك الأمور. نسأل الله أن نكون من المكبرين الذي هو العزيز الحكيم. والسلام.